أنا سعيدة أكون جزء من هذه الملتقيات والمنتديات على كثر ما هو يعني جزء حزين من التاريخ، إن إحنا يعني لما كانوا يشرحون لنا كل شيء كان يصير حق اليهود في ذيك الأيام، كنت أشعر إن قلبي ينقبض، أشعر بالحزن الشديد. يعني ما راح ننسى هاي المحرقة اللي حدثت لليهود، ونكون جزء إن إحنا نوصل رسالة إن هاي الشيء لازم ما يتكرر في التاريخ. طبعاً إنكار الهولوكوست بغض النظر عن شنو كان موقفه تجاه اليهود أو الإسرائيليين، هذا شيء مخزي ويدل على الجهل. يفتحون قلوبهم أن يكون في مجال للحب وللسلام عشان كل الدول تقدر تعيش بسلام، من ضمنها يعني دول الشرق الأوسط.